فرنسا راه تقريبا عام ونص ولا عامين بدات كتحاضر فيها الوضعيه على الصعيد الدولي، وشفنا الرؤساء كيفاش كيديروا معها. ما طفراتوا فرنسا مع بوتين، ما طفراتوا مع الولايات المتحده الامريكيه، ما طفراتوا مع الاتحاد الاوروبي، ما طفراتوا مع افريقيا، وما طفراتوا حتى مع الشعب ديالها. انتم كتعرفوا فرنسا مهم العلاقه ديال فرنسا بالمغرب، كنسمعوا بزاف بانه علاقه تاريخيه حب تاريخي، والو داكشي راه ما كاينش الثقه. فرنسا من بعد ما خرجت دارت الاتفاقيات ديال اكسليبان صافي ومشات والامور كانت غادا بسلام. ما تنساوش بانه فرنسا غرست للمغرب في المرحله ديال بدايه الاستقلال اخطر شخصيه ممكن انها تصاب بها الدوله، شخصيه فيها الغدر. شكون هي؟ وفقير. هذه فرنسا، هذه الانسان ما خصوش ينساها. يعني ديك الصفات ديال علاقه تاريخيه واحترام تاريخي وحب تاريخي وداك الشيء، لا، الصفه ديال الغدر الانسان خصو يجمع راسو. المحاوله الانقلابيه الاولى في 71 كانت بعلم وبتخطيط وفقير. المحاولة الانقلابية الثانية ديال 72 وفقير وفيها تفضح. يعني هذه ما نساوهاش. يعني اللي غادي يقول علاقة تاريخية مع علاقة تاريخية، لا سيدي حنا ولاد اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلموا على الوضعية اللي وصلت ليها فرنسا على الصعيد الداخلي. فخلال العقود الكبيرة كنا كنشوفوا الدور ديال الكبار، كانوا دائما الكبار هما اللي في الساحة العالمية كيفهموا كيحكموا كيديروا اللي بغاو كيفرضوا الإرادة ديالهم، حتى دولة ما كتقدر تهبط الراس إلى غير ذلك. ولكن شاءت الأقدار، وهي ربما ماشي هي يعني سنة كونية كتجري، أنه كنصطدموا بالإرهاصات ديال الحرب العالمية الثالثة، وبدينا كنشوفوا يعني بزاف الأقوياء ولاو كيحصلوا بأنهم ماشي أقوياء، وبزاف الناس يعني بزاف ديال الدول أولا القوى اللي كانت محسوبة بأنها ضعيفة، ولكن بان بأنها راها ماشي بصح ضعيفة. فالازمات دائما هي اللي كتكون محك وكتكون واحد الاختبار. حاليا احنا باش نشوفوا اشواق على الصعيد الدولي كنتعرضوا، وهذه معروفه هذه كاع الدول ديال المحيط، حيت كاين دول المركز هي الدول الكبيره الصحيحه، وكاين الدول ديال المحيط. الدول ديال المركز هي اللي كانت دول استعماريه وكانت صحيحه، وكانوا وزعوا المحيط ديال العالم، كانوا وزعوه واستعمروه وكلاو فيه وشربوا وداروا اللي بغاو الى غير ذلك. فاذا الدول ديال المركز طبعا ملي الوضعيه ديالهم كتكون كتزعزع لتحت راهم كيبغيو شي، يعني المناطق اللي فيها النفوذ ديالها انها كتعرف واحد الاهتزاز عليها. كنشوفوا بعض المناورات اللي كتكون كديرها مثلا الدول الكبيره في المستعمرات ديالها سابقا، منهم فرنسا، وهذا الشيء اللي كدير في المغرب. فكتجبد نبشه هنا نبشه هنا نبشه هنا نبشه هنا، علاش؟ باش المغرب اللي كيطلب يعني انه الوضوح من عند فرنسا، باش الانظار ديالو تصرف وما يشوفش الوضعيه الحقيقيه ديالها. يعني الا بغينا نقولوا بان بحال كتستر يعني العواره ديالها، علاش؟ لانه الشعوب الا ما تخلقت ليهاش هذه البلبله، يعني كل شعب في الدوله ديالو كيخلقوا له شي مناورات، غادي يبدا يعايل الاحداث على الصعيد العالمي، والاحداث على الصعيد العالمي ما كتكذبش. على الصعيد العالمي كانت ديك الوقت ديال المجاملات، رئيس كيهضر زوين مع رئيس، ورئيس كيستقبل رئيس، وكان داك المنتظم الدولي، وكان ديك الدبلوماسيه وداك الكلام الجميل. ولكن خلال هذا العام ونص او عامين شفنا بانه الرؤساء مع بعضياتهم كيتعاملوا بحال الافراد، ما كاين غير اللي ولد فيه يدور في هذا يبهدل هذا، ما يجاوبش على هذا يهدد الاخر الى غير ذلك. يعني احنا شفنا المواقف ديال الرؤساء ملي تلاقاو، مثلا بوتين فاش كان تلاقى مع الرئيس الفرنسي، بايدن كذلك مع الرئيس
الرئيس الفرنسي، شفنا كذلك الرئيس الفرنسي مع أردوغان، شفنا كذلك ديال ألمانيا مع روسيا مع بوتين. يعني ولينا كنشوفوا الحقيقة ديال التصرفات اللي شحال هذه على مدى 40 سنة كانت مغطية بديك المجاملات والكلام الزوين ديال الإعلام. يعني حالا ولينا ملي كنشوفوا التصرفات ديال الرؤساء الكبار ولات كتبان على الحقيقة ديالها. شكون اللي كيحكم؟ كيحكم هو القوة فقط لا غير، ما كاين لا صداقة، ما كاين لا حب، ما كاين حتى شي حاجة من داكشي اللي كان الإعلام كان كيتغنى به. يعني ولينا كنشوفوا رئيس كينفض رئيس، رئيس ما كيجاوبش على رئيس، رئيس كيخرج عينيه في رئيس، رئيس كيجبد الأسرار ديال داك رئيس الآخر وكيقول له عندي عليك وعندي إلى غير ذلك. إذن في إطار هذا الجو هذا نحاول ما أمكن حنايا نشوفوا الحقيقة ديال الأوضاع. أولا بعد كينات أن ندير واحد الطلة غير على المشكل ديال فرنسا هي والبنزين. فرنسا حاليا ما جبرت حتى شي واحد، يعني ما جبرتش البنزين، وشكون اللي كان كيقول بأن أحد الدول الخمسة الكبار غدا تحرف لها في المشكل ديال البنزين في هذا العام في 2022؟ الدول الخمس الكبار شكون هما؟ أمريكان، بريطانيا، روسيا، الصين وفرنسا. يعني لا لاحظتوا هاد الربعه كاملين ما عندهمش مشكل في لا الطاقه ولا البترول ولا هم يحزنون، الا البلد الفريد اللي هو عضو مجلس الامن وعنده هاد المشاكل ديال البنزين الا فرنسا. وهنا باش كنكونوا خدينا واحد الفكره على اساس ان على كيفاش ان موازين القوى راه بدات كتحاضر، وبان ذاك العالم الاول اللي كان طالعه فيه فرنسا بانه راه حقيقه ما كانت واحد الكرسي كان مفبرك، يعني كان مفبرك. وانا قلت لكم دائما، قلت لكم انتصارات ديال الحلفاء اللي انتصروا في الحرب العالمية الثانية وبه خداو دوك البلايص الكبارين في مجلس الأمن، هذيك الانتصارات كلها كانت مصنوعة، وبأنه اللي كان كيتحرك في الخريطة ديال الأحداث كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ما كانتش هي، ولكن كان واحد اللفيف ديال واحد المنظمات اللي كانت كتخدم في الميدان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الطريقة باش كتخدم مغايرة للطريقة ديال الدول كاملة. كاين شركات، كاين حركات، كاين لوبيات، كاين جواسيس، كاين وكاين 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 شخصيات، كاين الى غير ذلك. اذا في الاول غادي ندير واحد الطلع على فرنسا والمشكل ديالها مسكينه مع البنزين. فشوفوا هاد الصور، هادو الطوابير الطويله قدام المحطات ديال البنزين، هانتوما كتشوفوا الطوابير طويله كتوصل الكيلومتر جوج الى غير ذلك في هاد الفيديو هذا. هادشي كلشي، هادشي كلشي هو تابع شد كيشد البلاصه ديالو باش يعمر البنزين. وتقريبا 15% ديال المحطات الوقود في فرنسا بانها سدات. هنا شوفوا هذا الصف طويل، هنا كيبان لينا راه في المدينه، زعما راه ماشي في شي بلاصه اخرى، هنا راه في المدينه كاين هذه الازمه ديال الوقود. وهذه الازمه يعني هذه الصور هادو راه حديثه، ربما امس او لا اول امس. وبهذا التصاور كيمكن لينا نعرفوا علاش ديك النهار ماكرون كان بدا كيجذب وكينتف ملي قال لهم حشومه وطلعوا علينا البترول بربعه ديال الاضعاف، وحنا اصحاب وحنا كذا وحنا كذا، وما عارفش مسكين بانه راه في السياسه العالميه راه ما كاين لا حباب ولا اصحاب. هو بيده بعدا كاينه فرنسا ما كاين لا صحبه مع الدول الاخرى لا والو، شحال من دوله تسيفت عليها، شحال من دوله تقلبت عليها، شحال من دوله الى غير ذلك. اذا هذه بعض الصور. هنا كتشوفوا المظاهرة، مظاهرة ديال الفرنسيين، الفرنسيين رافضين واحد الشعار. شنو هو؟ شنو هو الشعار؟ الشعار هو أننا نخرجوا من الناتو، نخرجوا من الناتو ونخرجوا من الاتحاد الأوروبي. يعني تصوروا الفرنسيين كيقول لك نخرجوا من الاتحاد الأوروبي ونخرجوا من الناتو، صافي خرج يلا سيدي ما عندنا ما نديروا بداك الشيء كامل. فهنا كذلك صور، هذا فيديو اخر حتى هما الناس كيقول لك سيدي خرجوا من الناتو، خرجوا من الاتحاد الاوروبي الى غير ذلك. هنا بعدا كاين غير السؤال، هاد الشعار ديال نخرجوا من الناتو نخرجوا من الاتحاد الاوروبي راه فيه عليه جوج. فيه اولا بعدا بانه هادو ما داروا لنا والو، الاتحاد الاوروبي ما داروا لنا والو. يعني شوفوا العقليه ديال الدول الاستعماريه، ندخلوا في واحد التكتل باش ينفعنا، ما نفعنا موالو الله يعاون، يعني كيشوف غير ديك المنفعه الماديه. والاتحاد الاوروبي ما بالكمش بانه راه ماشي، راه ماشي على قلب رجل واحد، ما بالكم حتى اليوم، اليوم عاد بالكم انسحاب. كاين كذلك الاحتمال الثاني وهو انه المنظمات اللي كتكون سريه ربما تكون غرست هذا الشعار من اجل المزيد من تفكيك
الاتحاد الاوروبي. يعني في جميع الحالات غادي نشوفوا بانه شو العالم شكون اللي كيحكم فيه الاحداث، ما كاينه غير القوه، وحتى الجماهير العقول ديال الجماهير ولات هي بيدها محكومه من طرف وسائل ديال الاعلام ووسائل التحكم في العقول. يعني انه ممكن يقودوا الراي العام لاي حاجه. مثلا دابا كيقول لك نخرجوا من الاتحاد الاوروبي، اش من مبرر نخرجوا الاتحاد الاوروبي؟ علاش؟ كذلك ملي كتقول نخرجوا الاتحاد الاوروبي بمعنى انه صافي نفرقعوا ديك الاتحاد الاوروبي وكل واحد يمشي لراسو وكل واحد يدابز على راسو. في جميع الحالات كنشوف واحد الحاله النفسيه او الحالة عصبيه عامه كتعيشها فرنسا والشعب الفرنسي. كاين شي اكثر من هذه الادله كاملة اللي تكلمنا عليها كتبين بأنه رحنا بالفعل دخلنا لديك المرحلة الحرب العالمية الثالثة وحنا في الأتون ديالها، وربما قاعد دخلنا في الهيكلة الجديدة ديال العالم. من هاد شي كيبان لنا بأنه فرنسا ما بقتش دولة كبيرة. وأنا كنقول لكم أنا شوفوا غير الخمسة الكبار اللي هما الصحاح في العالم، واش كاين فيهم شي واحد عنده هاد المشاكل اللي عنده فرنسا؟ إذا كنشوفوا فرنسا استثناء. فرنسا راه تقريبا عام ونص ولا عامين بدات كتحاول در فيها الوضعيه على الصعيد الدولي، وشفنا الرؤساء كيفاش كيديروا معها. ما تفراتوا فرنسا مع بوتين، ما تفراتوا مع الولايات المتحده الامريكيه، ما تفراتوا مع الاتحاد الاوروبي، ما تفراتوا مع افريقيا، وما تفراتوا حتى مع الشعب ديالها. انتم كتعرفوا فرنسا شنو فيها؟ راه فيها 5 مليون مواطنين فرنسيين مسلمين، مواطنين فرنسيين مسلمين. وشفنا الإساءة ديال التعامل مع الديانة ديال هاد المسلمين اللي كاين. لو أنه المعاملة كانت حسنة وتعطت لهم الحرية بحالهم بحال عباد الله وطبقت ديك العلمانية في الشكل ديالها أنها محايدة، ما كانتش فرنسا تفقد هذا الدعم. حنا الآن كنشوفوا العداء ديال الشعوب ديال العالم الإسلامي ضد فرنسا. الأقوياء قاعدين كيبنيوا التحالفات ديالهم في المستقبل وكيتنازلوا وكيحذروا الديانات كاملين وكيوقروا الديانات كلها ورجال الدين كاملين وكيعرفوا كيف يتعاملوا. ولكن شفنا الرؤساء ديال فرنسا خصوصا في العهد ديال ماكرون واللي قبل منه كان داز واحد ساركوزي، شفنا بان ما عندهم لا شغل لا مشغله سوى مطارده دوك المسلمين في الحريه ديالهم. الان غادي نتكلموا على واحد النقطه جد مهمه. فوكاش الوضعيه ديال فرنسا تحددت على اساس انها غادا تخرج من النادي ديال الكبار اللي حاكم العالم. الا كتذكروا خصوصا اللي في المستوى من ناحيه السن، الا كتذكروا اثناء الاستعدادات للهجوم على العراق واسقاط العاصمه العراق بغداد واعتقال صدام، الا كتذكروا بانه قبل الولايات المتحده الامريكيه ما تمشي بيدها هي وبريطانيا واستراليا ودير ما بغات، قبل منها راه كانت واحد جهود دبلوماسيه خارقه باش القرار ديال الحرب يخرج من مجلس الامن. الا كنتو كتذكروا التاريخ راه مزيان كينفع، والاحداث اللي كتوقع دابا راه عندها الجذور ديالها على المستوى المتوسط يعني للوراء، وحتى على المستوى البعيد في التاريخ. احنا غادي نتكلموا غير على المستوى على المدى المتوسط. العراق دقدقوه 2003، في 2002 الولايات المتحده الامريكيه لجأت الامم المتحده والمجلس الامن باش تاخذ قرار باش تكون عندها الشرعيه التامه انها تسقط النظام العراقي. العالم كان وقف ضدها، وفي مجلس الامن شكون هما الناس اللي منعوها؟ منعتها روسيا ومنعتها فرنسا ومنعتها الصين. الثلاثه ديال الاعضاء دائمين قالوا راه حنا غادي نديروا الفيتو بلا ما تدوزوا عن مجلس الامن. هاد الثلاثه فيهم جوج نقدروا نقولوا مقيدين على قد فمهم قد دراهم، على الاقل هادشي اللي كنشوفوه، الصين وروسيا، والثالثه فرنسا. انتم كتعرفوا بانه الامريكيين والطريقه باش كيخدموا الامريكيين، والعمود الفقري ديال النظام السياسي الامريكي، العمود الفقري راه ملي كنقولوا العمود الفقري الدوله العميقه كذا الماسونيه الى غير ذلك. واش كيجيب لكم الله داك الشيء كيتنسى؟ ما كيتنساش.
الدول بحال الافراد، ملي كتجي الساعه اللي عندي فيها انا المصلحه الكبيره وتخويبيه راه ما كننساهاش، اولا ملي كتجي الساعه الحرجه اللي كنكون انا في واحد الوضعيه خطيره وكتخويبيه راه ما كننساهاش. ها حنا كنشوفوا شنو دار الولايات المتحده الامريكيه مع الصين ومع روسيا، هادو جوج قوتين كيدافعوا على ريوسهم بالقوه اللي عندهم ومقيدين. الجهود ديال فرنسا فين دوزتها من 2003 لدابا؟ فين دوزتها دابا 19 سنه قولوا 20، دوزتها كتكمل ديك العقليه ديالها القديمه الاستعماريه بقات لاصقه فيها، الاضطرابات والقلاقل في افريقيا، انقلابات وانقلابات المضاده، مطارده هذا قال لك العلمانيه ومطارده المسلمين، فيما كاين شي دوله يعني فيها ما يتخصم كيمشيو يخدموا فيها، سوريا مشاو خدموا، حتى في افغانستان كيف قلت لكم ذاك النهار بايدن هز الطالبان طلعهم يحكموا في طهران والعالم كله ما فهم حتى شي حاجه، هو راه قاعد كيوجد المرحله المقبله، قاعد كيتجامل وكيتصالح مع المسلمين، وهذا الشيء معروف في الحروب، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه منين تقداو دوك الناس اللي مشاو كيحاروا اوروبا اخذوهم من العالم الاسلامي، فرنسا بيدها شكون اللي طلع كيدافع عليها؟ من هاد المغاربيه، المغرب، الجزائر، تونس الى غير ذلك. الولايات المتحده الامريكيه كتجتهد للامام، وشفنا حتى معامله المسلمين المعامله ديال بريطانيا للمسلمين في بريطانيا راه فيها شويه ديال الضوء، وربما بزاف ديال الضوء. كذلك الدول الاخرى مثلا المانيا حتى روسيا دابا ملي حصلت، ولكن فرنسا دوزت هذه المده كامله ونسات بانها راه دارت العيب في الولايات المتحده الامريكيه ملي عارضت العدوان على العراق، والولايات المتحده الامريكيه هي اللي جلستها في ذاك الكريسي من 45 لدابا، وبقات مقابله وفيه للسياسه الاستعماريه اللي وضعوها ناس اخرين، وضعوها هذوك كاع اللي وضعوها كلهم ماتوا، كملت خلق الاضطرابات في افريقيا، وكل فابور ودير اللي بغيتي فابور، واللي ما خدمش مزيان طيرو، ولا طلع عاوتاني شي انقلابي وطني نطلع باش يجدد شي انتخابات ولا شي حاجه كيفسدوها له، هادشي اللي قابلت فرنسا وقابلت مطارده المسلمين ومطارده الاسلام. وكتذكروا ديك المقوله اللي قالها المفكر العظيم ماكرون، قال لك الاسلام يعيش في ازمه، شكون دابا اللي عايش في هذه الازمه؟ كتعقلوا؟ قال لك الاسلام يعيش ازمه، شكون اللي دابا عايش في الازمه؟ وكتعقلوا كتذكروا ديك الاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه راه من اكبر الاخطاء اللي كيوقع فيها الرئيس الفرنسي، كتمس واحد عنده الاتباع ديالو دابا ما عرفتش دابا شحال عدد المسلمين في العالم، مليار ولا مليار ونص يعني، وهادو غير اللي حيين، وعاد عدو الاتباع من اللي نهار من نهار فاش بعت، كتجي انت وكتبنى ديك الاساءه وكتدافع على ديك الاساءه بلا ما تنتبه بانك تفقد يعني الاف الملايين من المسلمين عبر العالم. وحتى هاد الفرنسي المسلمين اللي داخل فرنسا لو كانت المعامله طيبه معهم، ماشي تفضيليه، لا تكون غير معامله في المساواه، فراهم اول واحد يدافع عن فرنسا. وكنظن حتى دابا في ظل هالظروف، لانه الاسلام راكم كتعرفوا الاسلام اللي كتكون عايش في شي دوله واخا ماشي ديالك وكتهز الجنسيه ديالها الى غير ذلك، راه كتولي جزء منها، وكيولي اي عدوان عليها راه عدوان عليك، هذه راه معروفه هذه في الاسلام. اذا اخطاء دارت لا على الصعيد السياسي في المعارضه ديال العدوان على العراق في 2003، ولا على الصعيد الداخلي المعاملة مع المجتمع، ولا حتى من الناحية الاقتصادية، عوض أنها ما تدير شراكات مع ديك الدول اللي كانت سابقا المستعمرات ديالها رابح وكل دولة توقف معها وتهيك راسها ويكون فيها استقرار ويكون فيها آمن ويكون فيها إلى غير ذلك، لا قابلت غير خلق البلبلة وسف الدم ديال هاد الشعوب، خلق الاضطراب وسف الدم ديال الشعوب، فيما ينوض شي رئيس ولا شي حكومة يقولوا ودي شي حاجة كيبداو يهدوا بديك الوسائل القديمة ديال الابتزاز، الابتزاز آخر مرة هما الابتزاز كيديروه مع كل شيء، ولكن المغرب انسى هذا ماكرون بانه الابتزاز لا يفيد مع المغرب، كيلمحوها نفعلوا غادي نتركوا كذا كذا، وديك الوسائل القديمه مره واحد كيقول لك انا درت كتاب وعندي اسرار وعندي الى غير ذلك، هذه هي الاخطاء اللي وقعت فيها فرنسا.
وعلى ذكر الاضطرابات في افريقيا من طرف فرنسا، هذا غير قوس. نشير لواحد الامر مهم، العلاقه ديال فرنسا بالمغرب. كنسمعوا بزاف بانه علاقه تاريخيه، حب تاريخي، والو داكشي راه ما كاينش الثقه. فرنسا من بعد ما خرجت دارت الاتفاقيات ديال اكس ليبان صافي ومشات، والامور كانت غدا بسلام. ما تنساوش بانه فرنسا غرست للمغرب في المرحله ديال بدايه الاستقلال اخطر شخصيه ممكن انها تصاب بها الدوله، شخصيه فيها الغدر. شكون هي؟ أوفقير. هذه فرنسا، هذه الانسان ما خصوش ينساها. يعني ديك الصفات ديال علاقه تاريخيه واحترام تاريخي وحب تاريخي وداك الشيء، لا، الصفه ديال الغدر الانسان خصو يجمع راسه. المحاوله الانقلابيه الاولى في 71 كانت بعلم وبتخطيط أوفقير. المحاوله الانقلابيه الثانيه ديال 72 أوفقير، وفيها تفضح. يعني هذه ما نساوهاش. يعني اللي غادي يقول علاقه تاريخيه مع علاقه تاريخيه، لا سيدي، حنا ولاد اليوم، المصلحه الاقتصاديه هي اللي كتحكم. احنا ما كنقولوش شي واحد ينقلب على شي دوله او اللي يتمرد عليها او اللي عنده شي اتفاقيه يهرسها، لا 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 نهائيا. اللي عنده شي اتفاق يكملوا، ولكن كنشوفوا احنا المستقبل. وانا دائما كنقول بانه كشف الحقيقه ديال الاطراف الدوليه اللي كتعامل معها شي دوله، كشف الحقيقه عليها لا يعني عدم التعامل معها، لان احنا ما عرفناش اشنو ممكن يكون. ولكن غير الانسان يعرف مع من كيتعامل، غير ما يتمشي غادي ديك السذاجه ويتم غادي هكا مهمص وزايد. نرجعوا للموضوع ديالنا. احنا كيهمنا في هذا الشيء، وهو انه ما نستسلموش المناورات اللي كديرها فرنسا. فرنسا راه غادا دير مناورات وغادا تزيد فيه، وفي اخر المطاف راه غادا تجي طاويه يركبها. احنا شفنا شحال من وزير مشاو للجزائر، مشى على من؟ راه قاعدين غير على البترول صافي، غير على المصلحه ديالهم. اذا احنا ما خصناش نستسلموا المناورات اللي كيديروها هما باش يصرفوا الانظار على حاله الضعف اللي هي عليها واللي كنشوفوها ولات اصبحت مفضوحه. هذا هو المخطط اللي كديروا دائما، انها احنا لا، في المغرب والراي العام خاصو يتابع الوضعيه ديالها، وعلى ضوء ديك الوضعيه يدير لها واحد التقييم جيد، باش ديك الساعات فرنسا الى رجعات او لا الى طلبات او استعطفات او الى غير ذلك. ما احنا ما كيهمناش، انه خصو يكون في الموقف ديالو الصحيح، وما يسيئش التقدير ديال قوه اي دوله، ما تكونش الإساءة. حنا بغينا أي قوة تعطيها الحجم الحقيقي ديالها، وماشي هي توهمنا بأنها راه واعرة وهي راه ماشي واعرة، لأن موازين القوى كتبدل. هذا هو اللي بغيت نقول أنا انطلاقا من هذا الفيديو. كنتمنى الإخوان والأخوات نكون عطيتكم أفكار جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.